مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في هذا الخبر من شاشه التفاعليه لشوف تيفي. الايقونه الجلاليه سكينه الصفدي تغادر الحياه بروح غيوانيه. ولجات سكينه الصفدي في بدايه سبعينيات القرن الماضي مجال الغناء في الوقت اللي كان فيه الغناء حكر على الذكور فقط، واستطاعت ان تجد لها موطئ قدم بين زملائها فهذيك الوقيته، يعني اللي ظهرت فيها هذا النوع من الاغاني خصوصا في نشاه كل من الناس الغيوان وجيل جلاله والمشاهب فرقة تقادة ومسناوة. ونشأت سكينة في مدينة الدار البيضاء يتيمة الأم، وتكلف خالها بتربيتها وإعالتها، حيث كانت فتاة يعني مليئة بالمواهب ونشيطة، خاصة أنها كانت كتلعب كرة القدم مع أقرانها، لدرجة أن الأب جيجو اقترح عليها تشكيل فرقة نسوية لكرة القدم. وكانت بوابة المسرح هي المدخل الرئيسي والواسع لسكينة الصفدي لكي تلج العالم الفني، إذ مارست المسرح بين 1964 و1970، وشاركت في تمثيل عدد المسرحيات الغنائية الثراتية مع عدد من الأسماء اللامعة بحال نعيمة المشرقي، حبيبة المذكوري، شعيبية العضراوي، وبوجميع العربي باطمة، اللي كانوا يعني في هذيك الوقيتة بصدد تشكيل مجموعة ناس الغيوان. وكانت سكينة من المؤسسين لمجموعة جيل جلالة بقيادة الدكتور حميد الزوغي صاحب فكرة تأسيس المجموعة، وكانت سكينة رفقة محمود السعدي ومحمد درهم ومولاي الطاهر الأصفهاني الأعضاء الأوائل هاد المجموعة. وتولدت سكينة الصفدي بمدينة الدار البيضاء سنة 1952، وهي مغنية مغربية كانت من الأعضاء المؤسسين لمجموعة جيل جلالة، وهي أول صوت نسوي يظهر في مجال المجموعات. رحم الله الفقيد وإنا لله وإنا إليه راجعون. بهذا مشاهدينا غادي نوصلوا لنهاية هذا الخبر، تبقوا على خير.